نكمل من مكان ما وقفنا. ده كده احنا خلصنا من الديفيوز، تعالوا كده نروح للبيوتي بقى ونشوف خلاصة اللي احنا كنا عمالين نعمله. نستنى لغاية ما الريندر او ينتهي، بس في كام حاجة بقى عايزين ناخد بالنا منهم. اولا عشان ده هينفعنا في اللي جاي. هنا يعني انا مش شايف انها مستدعية تكون ضلمة قوي كده، يعني المفروض هنا تكون منورة شوية. نفس القصة في الحتت اللي جوه دي. الحاجة التانية الريفليكشنز انا شايف ان فيها اسود بزيادة، يعني هنا في اسود، هنا في اسود، هنا في اسود، مع ان اللي قدامه هنا مش اسود. تمام، يعني اللي قدامه مش اسود. نفس القصة هنا، نفس القصة هنا. طب السواد اللي في الريفليكشن ده بيبقى جاي منين؟ ده كده جاي منين؟ نفس الحاجة الضلمة دي لو عندك انتريور والدنيا وانت منور كويس، بس انت شايف ان في حتة ضلمة المفروض انها ما تبقاش ضلمة، خلاص دي برضو جاية منين؟ نفس القصة هتقابلنا لما نيجي نعمل ازاز. لو انت بتعمل ازاز في حاجة تخينة زي دي كده، هتلاقي الازاز مش منفذ، يعني انت مش عارف تشوف الناحية التانية. برضو دي من ايه؟ لو انت بتعمل مجسم او بتعمل حاجة مثلا المفروض ان هي شمع وما انتش حاسس ان الضوء بيخترق الخامة دي فيديك ملمس الشمع، ده من ايه؟ القصة دي بقى مش من السامبلز، القصة دي من هنا. لو قفلنا بقى دي، من هنا من حاجة اسمها الري ديبث. الري ديبث معناها انا بسمح لللايت يعمل كام باونس، تمام، وعلى اساس الباونسز دي خلاص على اساس ما هشوف نتيجة. طيب تعالوا نبدأ بالديفيوز. الديفيوز على فكرة 2 أو 3 كفاية جدا حتى لو السين زحمة، تمام، يعني حالة زي اللي عندنا دي انا عايز اشوف الديفيوز، فانا هشوفه في الحتة دي، فانا هروح للريجون عشان ما افضلش كل شوية استنى المدة دي، وهاجيبه على الحتة اللي انا عايز ابص عليها. تمام، كل بقى اللي انا هعمله ان انا هروح للديفيوز وهقوم جاي رافعه 1، بس خليه بس يرندر واقوم مديله 1. اخدتوا بالكم؟ الحته فتحت سنه صح؟ لو رفعتها تاني لـ3 هتلاقوا الحته اللي في النص دي بدا الضوء يطولها، يعني لو عملت 3 اهي اظن واضحه جدا جدا جدا. انا هرجعها تاني لـ1 عشان تشوفوا الضلمه اللي كانت فيها. يمكن انا هاخد الحته دي كلها، لان الحته دي كلها فيها اللي انا عايزه كله، فيها الديفيوز وفيها الريفليكشن. تمام، لو رجعتها 1 شايفين قفلت قوي، زي اسودت هنا بقت سودة. تمام، سودة لان اللايت ما عادش طايل الحتت دي، فانا هرجعها تاني لـ3. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا قلنا احنا عندنا مشاكل في الريفليكشن السبيكلر. لو انا رفعت السبيكلر ده 1 كمان، تمام، لو رفعته لـ3 تمام، هلاقي الاوبجكت شايفه بعضها كويس، يعني الاوبجكت بصوا هنا ولو انها مش باينه قوي، بس لو خدتوا بالكم هنا بدا يشوف اللون ده او شاف اللون ده. خلاص، نفس القصه هنا، ما كانش شايفه الاول، ما كانش فيه اي حاجه تدل ان فينا حاجه بينك اساسا، خلاص فشافه. الحكايه دي او الموضوع ده هنا مش مؤثر قوي، يعني العدد ده هنا مش هيلزمني قوي، لكن هيلزمني فين؟ لو انا عندي مثلا عامل فاترينا مثلا فيها حاجات ازاز، لو ما عنديش سبيكلر و3 كفايه جدا على فكره، لو ما عنديش ريز كفايه انها تحسب الريفليكشنز في كل الاوبجكتس دي، هتلاقي الاوبجكت الاولاني شايف التاني كويس، لكن الاوبجكت الاولاني مش شايف التالت، فهتلاقيه شاف التاني وراح مديلك مكان الريفليكشن بتاع التالت زي دايره سودا. تمام، فده الديفيوز وده السبيكلر. ترانسميشن ما عنديش هنا اي حاجه فيها جلاس عشان احسب عليها ترانسميشن. دي نقطة.
النقطة التانية والأهم، عايز أتكلم هنا في كام حاجة بالمرة بما إني في النقطة في الحتة دي. سامبلينج خلاص، ريدبس خلاص، انفايرومنت هنجيلها لما نتكلم على اللايتس، موشن بلر وتكتشر وكل الكلام ده هنجيله في حينه. في سيستم عندنا الباكت، الباكت سكاننج، الباكت اللي بتظهر هنا في هيلبر توب براحتك، انا بين السبايلر سبايرال وبين الهيلبرت كير. الحاجه الثانيه الديسبلاي باكت، اهي الباكتس اللي هي دي مش عايزه تظهر قول له هنا ديسيبل ان اي بي ار. لو قلت له ديسيبل اللي هتظهر لا في الاي بي ار ولا في الفاينل ريندر، انا بخليها انيبل. هنا بقى اوتو ديتكت ثريدز، هو هنا هيشوف البروسيسور بتاعك كام كور ويشتغل. في بعض الاحيان لاحظت ان اردل ما بيشوفش الكورز كلها بصراحه، تمام، ساعات يشوف نصها يشوف كده لو انا عامل له اوتو. فانا شلت الاوتو وقلت له انا عندي 12 كور، انا فعلا عندي 12 كور. فانت لو انت عارف كورز البروسيسور شيل دي وقول له هنا 12 هيشتغل بال 12. يعني دي ممكن ما تحصلش مع ناس، بس هي حصلت معايا، تمام، ان هو ما شافش الكورز بتاع البروسيسور كويس اكتر من مره. الاي او فيز اتكلمنا عليها من شويه، قلنا ان الاي او فيز دي هي اللي بنظبط منها اللي هي حاجه بنسميها ال معول عليها ريندر اليمنت مجازا لغايه ما نعرف هي بتعمل ايه. طبعا دبل كليك بيجي الناحيه دي، ولو جه الناحيه دي فهو بيجي في الديسبلاي. طبعا دبل كليك بترجع دي ورا، بترجع دي كده، انت بترجعه زي ما كان. لو جيت تبص هنا مش هتلاقي، المفروض يوقف الاي بي ار ونرجعه تاني، تمام، فمش هتلاقي اي حاجه. لو وقفنا الاي بي ار وروحنا مشغلين الاي بي ار مره تانيه بالشكل كده، لازم اقفله وافتحه مره تانيه، لا اقفل الريندر سيتنج، تمام، هلاقيها بالشكل اللي احنا شفناه ده كده. ده ببساطه ببساطه موضوع السامبلينج، موضوع الريز. زي ما احنا قلنا هنيجي في اللايتس. طبعا انا عملت سامبلز اربعه، ممكن ما يكونش محتاج اصلا كل السامبلز دي، فلو خليته ومش هخليه ثلاثه، انا هخلي الاثنين دول هخليهم ثلاثه باعتبار ان المين لايت هو اللي جاي لي منه اكتر اكتر اضاءه، وبالتالي هيبقى جاي لي منه اكتر شادو. دي هتساعدك قوي ان الشادو عندك يبقى كلين، ما يبقاش فيه نويز. اذا لو انا لقيت نويز في الشادو اروح على طول للسامبلز، ما اروحش اجي هنا بقى واقوم رايح للسيستم ليمين اسف واروح لسامبلنج واقوم اقعد العب هنا، لا، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في الغالب انت هتلاقي ان الكاميرا هتتظبط بين 3 وبين 4، تمام، فانا دايما بحب ابقى فوق يعني فوق الكواليتي بسنه بسيطه، تمام، بحيث لو في حصل اي تغيير عندي في السين، ضفت اوبجكت فيه تفاصيل كتير اكتر، زودت انا في التفاصيل بتاع الموديل بتاعي، ما اروحش كل شويه ارجع العب هنا. فاربعه قيمه كافيه جدا 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 لاغلب الشغل اللي احنا نطلعه، اللهم الا بقى لو انت عندك سين فيها اوبجكتس كتير وكل اوبجكت فيه تفاصيل، وعندك مثلا حاجات زي زخارف وعامل انت حفر في الموديل، ففي الحاله دي بقى هتبدا هنا تجرب شويه لغايه ما توصل للقيمه المناسبه. الحاجه كمان المهمه، لو انت خدت بالك انت كاميرا هنا، انت عندك هنا اربعه عامله لك كام؟ 16 ديفيوز سامبلز، تمام، 144. دي جايه منين؟ جايه من دي وجايه من اللايتس، تمام. سبيكولر سامبلز نفس الموضوع، ترانسميشن ما عنديش ترانسميشن دي لو في ازاز، انا ما عنديش ازاز. فده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الجزئيه بتاعه السامبلنج وبتاعه الريز. والمره شرحنا شويه حاجات في الانترفيس بتاعه الارنولد، افتكر هتبقى تاكيد لبعض الناس وللناس الجديده برضه تبقى عرفت الدنيا هنا ماشيه ازاي. نصيحه برضه عشان تخف الدنيا على نفسك شويه، لما تيجي تشتغل بالماتيريالز ابقى اقفل او اعمل بوز حتى ليه الاي بي ار، بحيث ان انت ما تقلش الدنيا عندك قوي في ان هو يعمل بريفيو هنا ويرجع يعمل بريفيو هنا. عايز تعمل بوز للاي بي ار، هتعمل بوز للاي بي ار من الناحيه. عندي ايه تاني ما قلتوش؟ او لو انا ضغطت
على دي هقول له ريندر تو فيو بورت، يعني هاخد الريندر ده وهخليه يعمل الاي بي ار. هنا طبعا مش حاجه عمليه قوي، انا بفضل ان الدنيا تبقى عندي في الاي بي ار لوحدها. هنا الاكتف كاميرا، انت هتقول له اكتف كاميرا كده 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 بقى هيروح على انت تغير هنا يغير هنا. اما لو انت قلت له كاميرا هياخد الكاميرا بتاعتك اللي موجوده هنا بصرف النظر انت فين، يعني لو عملت كده ولا عبرني ليه انا قلت له خد الكاميرا. ودي بصراحه من الحاجات الكويسه، انا ممكن احب اتحرك هنا زي ما انا عايز، بس انا بتحرك وعايز اشوف الكاميرا بتاعتي شايفه الاوبجكت ازاي. فدي دي برضو من الحاجات الكويسه. حابب تلغيها في اي لحظه قوم قايل له اكتف كاميرا، ما تقولوش ديفولت كاميرا، قول له اكتف. اكتف دي ليه؟ عشان مهما انت تغير هنا هو الدنيا هيشوفها. لو قلت له اكتف كاميرا تمام وجينا عملنا كده هتلاقيه عمل ابديت وجابها لك هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت بصيت تحت في الريندرنج هتلاقي عندك ريندرنج، هتلاقي عندك بيعمل سامبلنج، عندك بقى السامبلز 1 3 3 0 0 0 تمام. الميموري هو بياخد قد ايه من الرام بتاعك، والريزولوشن، الريزولوشن هتتغير لو انت غيرت السكيل تمام، خليتها 100 خليتها 50. لو انا خليتها 50 هلاقي الريز اتغيرت، وبالتالي هلاقي وقت الرندر عندي بقى مش الرندر، وقت الكالكيوليشن عندي بقى اسرع. طبعا مش شرط 50، ممكن تخليها 80، وعلى فكره والله بتفرق، يعني من 80 ل 100 فعلا وقتها فعلا بيفرق. في افتكر في المحاضره اللي جايه هنبدا كلامنا على اللايتس، هنبدا كلامنا على انواع اللايتس، وهتبقى محاضره ظريفه. نتكلم على كل، مش كل يعني، هنتكلم على اللايتس اللي هتهمنا مننا. هنتكلم على بصوا الديسك لايت والسلندر لايت والبوينت لايت والكواد لايت، كل دول شبه بعض، هو اللي بيفهم اللي هيفرق ده من ده شكل، والسبوت لايت شكل الاضاءه اللي جايه منه بس. هي نفس الكلام في السامبلنج، نفس الكلام في الانتنسيتي، نفس الكلام في التكتشر، نفس الكلام في كل حاجه تمام. هي بس شويه الفروقات في الشكل. اللهم الا السبوت لايت في اتنين بارامتر هنتكلم عليهم، وبرده مش بيعملوا يعني مش الحاجه اللي مختلفه قوي، هي برده بتتعلق بشكل الاضاءه اللي جايه منه. افتكر تبقى محاضره لذيذه وكويسه، واشوفكم على خير.